ترى نصحونا قالوا أنا كنت بالعشرينات وزوجي كمان صغير بالسن، فجيبوا أطفال تانيين. فهل ربي ما عندي ما راح ندير، عند ربي ما عندك ما ندير. بالنسبة لي صبرينا ستان بيجو، صبرينا وسام أعطاه لي ربي نعلقه يقعد معايا. بديتي تخرجي بها برا بداو الناس يشوفوا شنو يقولوا. اش بكيتي صبرينا؟ اش بكيتي؟ بابا اكيد وفرحان بك وراه اكيد اليوم. بالكم انه زملائها كانوا يبكوا انا راه مقابليني هي فئة جد حساسة. التمشت فيهم الحنان، التمشت فيهم البراءة، التمشت فيهم واحد يدير فيهم حاجة تاع خير يشدوها له أفي. فيهم أكيد نفتخر فيهم إذا عندهم قدرات ووصلوا، ولكن نحن الأهم إنه شو ما صرت أنت، شو ما كنت أنت ابني، أنا بحبك. أنا فرحانة، أنا فرحانة على الماما، وأنا كتير بحبها للماما. جديد من برنامج ناس وحكايات. يوم أكثر من 80,000 طفل يعانون التهميش سنويا، يعانون غياب الإمكانيات وأيضا غياب المرافق الضرورية لتعليمهم، وأيضا تكفل بهم وسلاح أهلهم الصبر العزيمة والإصرار من أجل التكفل. في المقابل أيضا يمكن أن نطرح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأطفال متلازمة داون 21 عديد من التساؤلات، لأنه في العام في كل 21 مارس كما قلت نحتفلوا بهم ونشوفوا تكريمات، لكن في الواقع يعانيوا الكثير والكثير ويلقوا أهلهم وحدهم في الميدان، كيفاش يوفروا لهم تعليم كغيرهم من الأطفال، وكيفاش هذا المجتمع ينظر لهم نظرة ثقة وليس نظرة شفقة. أيضا موضوعنا لليوم متلازمة داون 21 بين اليأس والأمل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كالعادة ما نطولوش بزاف، روحوا نتعرفوا على ضيوفنا اليوم. أهلا بك أم صبرينا. سهلا، مرحبا بكم. صبيك وهلا بنتي. نحييك على الحضور معنا حتى تحكي لنا. بارك الله فيك على الاستضافة بنا. لكم صحة، بارك الله فيكم. هذا واجبنا. أيضا أم زكريا مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا. نشكركم، نشكركم بزاف على الاستقبال هذا واستقبلت ولادنا. أنا والحمد لله راكم في داركم اليوم، أكيد راح نستمعوا القصص كفاح وقصص إصرار وعزيمة. أكيد أيضا نرحب بك سيد زكريا مهاب رئيس جمعية دنيا، أهلا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. مهاب عبد الرزاق. مهاب عبد الرزاق، يعطيكم الصحة على الاستضافة، ونحيي أنا هاد الزوج اللي راهم هنا اللي جاوا يقابلوا التلفزيون بالشجاعة تاعهم وبالكفاح تاعهم على جال ولادهم. نعم، يستاهلوا ألف تحية. شكرا. نعم. على يميني كالعادة تحضر معنا الأستاذة أمينة حريش أخصائية في علم الاجتماع، أهلا بك. أهلا بك، نسيب بالحضور الكرام بكل مشاهدات ومشاهدي ناس وحكايات. نعم العفو. أيضا السيدة مريم كركار أم ندى كما تحب تعيط نفسها، مختصة في الأردوفونيا وأيضا مختصة في علم النفس. أهلا بكم بالحضور بأطفالنا الحلوين. العفو. وبالأمهات. نعم ما نطولوش. رئيس الجمعية طبعا. نعم شكرا لك، شكرا لك. ما طولوش بزاف، روحوا نتعرفوا عليك أم صبرينا. صبرينا ما عرفتيش أنه كنت حامل بها في فترة الحمل أنه مصابة بمتلازمة داون، وإنما عرفتي في لحظة الولادة. الولادة بنت سينتريزوميك
وتقبلتها نورمال، ما عنديش خلاص ما كاش الخير، لازم تتقبليها. والحمد لله، وبرك شويه جابت امراض مع مرض القلب، ومن بعد تعالجت وقفنا عليها كينا كي باباها الله يرحمه وقف عليها، يعني وقفه واش نقول لك. عرفتيها كي ولدتي مباشرة أنه عندها؟ لا لا، ولا من بعد قالوا لك؟ مع الأطباء، أطباء هما اللي أطباء في بني مسوس هما اللي اكتشفوها باللي عندها مرض القلب، وقالوا لي لازم لها عملية مباشرة. مباشرة تقفلت 40 يوم درنا لها عملية، أنا من بني مسوس رحت قبالة الآخر. ردة فعلك، ردة زوجك أهلك؟ إيه سمعوا باللي عندها يا من؟ ايه سمعوا. لا لا مع يعني مالي نتاع الزوج تاعي ما تقبلوها بفرح وسرور، ما كاش الخير. حنا الحمد لله عائله محافظه وحمدين ربي على واش يعطينا. ما كنتي تعرفي واش معناتها هذاك الوقت من الواقع؟ واش معناتها متلازمه داون؟ كنتي تعرفي واش معناتها؟ كيفاش؟ كي عرفتي باللي راهي ماشي طفل عادي؟ ايه على بالي، انا كنت نستنى المجهول، ما على باليش واش راح يصرى، واش راح كيفاش راح نقابل شكون الحياه تاعها، كيفاش نتعامل معاها، كيفاش وحدي وحدي يعني ما تعاملت معاها عادي، تربت عادي وكي هي كي خاوتها، ما قصيتها من حتى حاجه، وما ما عادش نتلق لها تدير واش تحب، من جهه مدلله ومن جهه مربيه تربى على كلش. قبل هذا، قبل ما تبداي تربيها فتره تاع الولاده، ايه؟ شكون اللي قال لك باللي راهي عندها متلازمه داون؟ شكون اللي قال لك؟ الاطباء. الطبيبه. الطبيبه هذا الطبيبه هي في الاول ما حبتش تخلعني، قالت لي سوا تكون تشبه لهم ولا تكون منهم، وانا كانت عندي اراده وعندي كوراج وعندي شجاعه، حاجه اللي مدها ربي لا هروب منها، ما نهربوش منها، حاجة اللي مدها ربي كاع يعطيك الحمد ربي ونشكره. كنتي تسمعي بهذا المرض من قبل؟ نسمعهم، كنت نسمعهم. كنت نشوفهم أنا كنت صغيرة ونشوفها هكذا من البعيد، ما كنتش نستناها باش تطيح فيا. الحمد لله كي طاحت فيا. هدية أكيد، هي هدية. هدية من عند ربي. هدية. أنا بالنسبة لي صبرينا ستان بيجو، صبرينا وسام عطاه لي ربي نعلقو يقعد معايا. تحية على هذا أنا اللي حد الآن مازالني ما نحب، ماشي مازال راهي تتربى، مازال راهي تتربى، نعاود لها نوري لها كاع يتك حاجات اللي نديرهم أنايا كاع نوريهم لها، سي بوغ سا اللي ما عنديش دوكا إشكاليات معاها. وقف معك زوجك وأبوك؟ بيان سور، هو وجستومون الاخر الغياب تاعو وهلكها، الغياب تاعو ما حملتش الغياب تاعو. كيفاش احتضنها؟ كيفاش كان يربيها؟ كان يعاونك بزاف فيها في التربيه. انا ندي هو يجيب، فهمنا انا ندي هو يجيب، قرات في تيليملي 4 سنين، ومن بعد قرات في شوفالي 8 سنين، في كي كانت تقرا في تيليملي هو كان يديها باش انا كنت نديها. بعد كي ولات الشوفالي قربت شويه للشراقه ديال ابراهيم، وليت من بعد قسمت معاه، قلت له انت انا ندي وانت تجيب. على حسب ما فهمت انه هي اللي مفشه عند باباها بين خواتها. كامل هي، انا واش راني نقول لك، هي ستان بيجو تاع الدار، يروح هذاك ما تقدريش تستغني عليه، ما على باليش انايا ولا ما على باليش ولا الامهات كيما انايا كيما انايا ولا انا وحدي اللي دايره هكذا. هي عزيزه عليا حاجه وحده اخرى، ما نحبش واحد يقيسها بمسكينه ولا كش واحد يشفق عليها ولا نولوا لهذه النقطه نظره الشفقه وكلمه مسكينه اللي دائما نشوفوها من المجتمع الجزائري. راح نولوا ليها. نروحوا لك ام زكريا. ام زكريا، وما حكايتك مش مختلفه بزاف على حكايه ام صبرينا، وقتاش عرفتي باللي عندك طفل عنده متلازمه الدم؟ يعني انا ما كنتش نعرف هادو جامي شفت معنا. كي زاد عندي ما عرفتش باللي مريض. حتى زاد باش عرفتي؟ زاد باش عرفت، وزاد واقيلا نقول لك بزاف، عنده واحد 5 شهور 6 شهور باه بديت. الولاده كانت صعبه؟
نورمال. ومن بعد كما قلت باه وليت نجري به. لحظة الولادة عرفتي ولا بعد مرور أشهر؟ لا لا من ورا. مور؟ ومن بعد كي ديتو للطبيب قال لي شكيتي كي شفتي أنه مختلفة كي تشكي؟ شكيت فيه شغل ما ما يزغلش بزاف كما الدراري كما يقولوا نورمال. شغل تخيل شوية يعني يزغد ويرضع وكذا بصح ماشي كما أختو زارت قبله ماشي كيف كيف. ديتيها للطبيب؟ اه ومن بعد كي ديتو للطبيب قال لي هما تما هايد هذا المرض هذا يعني كيما يقولوا ما يداوى ما عندوش دواء ما عندوش. انت اللي ديتيه للطبيب؟ اه انا وباباه. فاجأتي كي قالوا لك؟ يعني تعرفي واحد كيشوف وليده مريض بيان سر. ومن بعد وليت نورمال كيما قلت وليت جريت به جريت جريت قال لي ما فكري اللحظه اللي قالوا لك فيها انه مريض. يعني نتفكر بصح كيما يقولوا نورمال ماشي يعني نصدمت يعني ولا حاجه ولا كيما قلت حاجه عطاها لي ربي ما عندي ما راح ندير. عند ربي ما عندك ما دير. وصرتو كي قال لك ما عندوش دواء المرض هذا قال لك يزيدو هايد وشغل ما عندهمش دواهم كيما قال هذا هو يقعد هايد تا يكبر وهو هايد تا نهار يموت. شنو هي الحاجة المختلفة اللي قلتي لازم اليوم ندي زكريا للطبيب لأنه ماهوش كيما خصو ولا ماهوش كيما كاع لي بيبي في العائلة ولا يعني كيما قلت مشاولي في الدار أنا كانت مع العجوزة والعائلة في الدار والآخر شغل يقول وليدك راه لاباس بها ولاباس بها وأنا قلت شغل شكيت كيما قلت كي نروح لدارنا يقولوا لي الولد راهو مريض غير ما عندهمش ديه للطبيب ما تخليهش. ومن بعد واحد النهار جا باباه قلت له شوف قلت له يا تديه يا نديه أنا دبر راسي المهم اليوم لازم صباح بربي ان شاء الله خصو نديه. حنا كنا شويه بعد يعني من الاطباء والاخر ماشي قريب ولا ماشي كيما هنا في العاصمه. كنا هنايا في العاصمه انا كنت في جيجل. من بعد دابا قال لي خلاص قال لي نديه غدوه نديه ان شاء الله. من بعد كي داه جابو جا قال لي صح قالوا لي باللي مريض. ما زاد مرض لي ماشي غير المرض هذا زاد مرض لي حاشاك لا دياري مرض الحمى الحمى هذيك ما تخلصلوش دائما شغل بالحمى. عرفتي باللي هو طفل غير عادي وطفل متلازمة الدون الحاجه اللي درتيها رد فعلك الاول وشنو هو؟ ما وليت نجري وليت داويته يعني ولا يمشي والحمد لله مدى طول لي في المشيه عامل باه مشالي. ومن بعد وليت نجري به داويت دواء عرب دواء طبيب وانا نجري به ولا يمشي والحمد لله انا كي ولا يمشي فرحت الحمد لله. قلت الدنيا ما فيها المهم راهو يمشي على الاخر كي نمشي نمشيه معي ما نقعدش نقول قاعد لي في الدار ما نقدرش نهزو يكبر ما رايحش يقعد لي صغير ترفدو ما تقدر تخليه ما تقدر ولا لا لا قلت كي ولا يمشي الحمد لله هذاك هو الصح. قلقتي باش يمشي جريتي به للمستشفيات؟ قلقت بزاف. شنو يقولوا لك المستشفيات؟ يعطيوني الدواء يعطيوني فيتامين يقولوا لي ضعيف شويه ها هو كيما يقولوا شغل ما عندوش شغل عنده الاخر ما يقدرش يمشي شغل من الضعف ضعيف بزاف ما يقدرش يمشي شغل عنده قولي نتينا عطاني واحد الدواء تاع الفيتامينات داروا لي واحد التشكا تاع الفيتامين باه يولي يمشي. هل كانوا يفهموك يقولوا لك وشنو هي متلازمه الداون وشنو هو؟ ما قالوا ليش واش لازم له كيفاش تعتني به؟ لا لا ما قالوا لي الطب ما هما يقولوا لك صبر ما عندك ما دير له هما هايد هما يمشيو بالعقل ويمشي يهضروا بالعقل وكل حاجه تما شغل يكبروا باه يوليو يعني يديروه ماشي هما صغار كيما خالو اخرين لي نورمال. وانا يعني قعدت صابره حتى كيما يقولوا فرج ربي ولا يمشي ولا يهضر ولا والحمد لله. يعني كنتي عصاميه كنتي انت اللي تحاولي معاه وانت اللي تعلميه؟ انا كلش انا ذيك كنت معاه انا امام في المسجد كي درتو في سانتو جان انا ندي انا نجيب 4 سنين دخلتو في السنتر. انتقلتو هنا للعاصمه يعني قلتي انك كنتي في جيجل اليوم راكم في العاصمه. كنت في جيجل ومن بعد رحلنا هنايا. شحال كان في عمرك رحلتو؟ كان 3 سنين وواقيلا هايدا 3 سنين كي جينا رحلنا ومن بعد انا صبت السنتر هذاك دخلته في سانتو جان 4 سنين دخلته. عرفتي انه كاين مركز في سانتو جان ولا حوستي مراكز واحد اخرين وما كنتيش ديتيه للمؤسسه التربويه؟ لا لا ما حوست عرفت في سانتو جان كاين قالوا لي كاين رحت لسانتو جان هضرت معاهم قالوا لي جيبو كي رحت سجلوا درت الدوسي ديتو
يعني الحمد لله حاجة المضافة مضيف ما قالوا لي كي ما يديرش لي كوش والآخر نقبلوه لها بغير 4 سنين نقبلوه ندخلوه ماشي مشكل ودخلوه لها 4 سنين في عمره وكان يعني الحمد لله كان ناشط يعني كي صح ناضي يمشي كان ناشط كان يعني أصعب مرحلة كانت كيفاش يمشي أصعب مرحلة كانت كيفاش يقدر يمشي إيه كان يمشي لي قبل لا يمشي لي شوية كان صعب يمشي خو صغير عليه ولا يمشي فيه علاش خو زاد عليه ولا يمشي فيه كي ناضي يمشي هو يشدو جبتي طفل واحد اخر موراه ايه زدت واحد من وراه ولا يشدو من يديه ويمشيه باهي يقول لي ماما باه نديه معايا حتى هو باه نولي نمشيو كيف كيف يديه معاه خصو تمشيه انا نمشيه كاع نمشيو حتى ولا عائله يعني العائله هي اللي قامت بدور الرئيسي نحن عاود نولي ليك سي مهاب اليوم تكلموا انه هذه الفئه اللي تحتضنها الجمعيات الخيريه وايضا بعض الجمعيات لانها عندها اطفال مصابين هما اللي راهم يقوموا بهم اليوم جمعيه دنيا عندها حكايه كبيره يا ريت لو تعرفنا على هذه الجمعيه السلام عليكم احنا سميناها جمعيه الدنيا على ان في تريزوميك من فئه تريزوميا 21 الوالد تاعها الله يرحمه كان يجري باش ناسسوا هذه الجمعيه الله يرحمه واش نقول الجمعيه هذه رانا في دار شباب اباري امزيان قاو الشراقه يعني هاد الدراري هادو ما عندنا 3 اقسام قسم فئه تريزوميا زادوا جوله فئه التوحد وزادوا جاونا لي زونديكابي في الداوي نعيطوا لهم القدرات الخاصه. راح نزوروا بالكاميرا اكيد بعد قليل الجمعيه اللي تقع في الشراقه هنا في العاصمه، كما قلت لك سؤال اللي قبل انه هذه الجمعيه عندها حكايه اب دنيا اللي ضحى بالكثير من اجل بنته دنيا. كان يقريها عند البريفي وهو شهار قيس قيس. من الفكره هذه اللي جات باش درنا الجمعيه اسسنا الجمعيه هذه وسميناها دنيا على بنته والله غالب هي مريضه سيبوز سينو نجيبوها معنا هي مريضه قبل الجمعيه كيفاش حتى هو خمم انه تكون عنده جمعيه اكيد عانى كغيره من العائلات حتى يقوم بهاد الطفله بدنيا انا قلت لك اخت هو شهر ويديها عند البريفي والبريفي يقول لهم 15000 او 20000 دينار بار موا هو سميك راهو 18000 من هذه جات باش حلينا جمعيه رانا نقراو فيهم غراتويتمون. انتم اصدقاء وخممتوا انه تقوموا بتاسيس جمعيه. ولا ولاد حومات فهمنا درنا اسومبلي مشينا قانونيا جبنا لاكريمون وراهم يقراوا عندنا. نستاهل اليوم انه ناسسوا جمعيه لرعايه الاطفال. كي تكون لا فولونتي ويكون الصدق والاخلاص مش ساهل اخ. خاصه نعرفوا هذو مقابل مادي. جمعيه خيريه. اه. دون مقابل مادي ما يخلصوكمش. ما يخلصوناش اه. ما يخلصوش غراتويتمون عندنا سينفونسيون ا بي سي لا داس والدي جي اس كيفاش عندكم 3 اقسام قلت لي ذوي الاحتياجات الخاصه ايضا متلازمه داونا تريزوميا من تجيبوا تمويل ولا يحتاجوا عنايه كبيره يحتاجوا الاساتذه في علم النفس والارتوفونيا احنا في الاول كنا مختصين في تريزوميا 21 ما جاونا اولياء عندهم توحد وهذه دائره التوحد وكثرت بالبزاف تم معالجتها في البرنامج ما قدرناش نردوهم يجوا لي بارون ما عندناش وين ندوهم ما عندناش مع لي زورتوفونيس بسيكولوج درنا دي سيونس دو ترافاي درنا لهم قسم وزادوا جاونا ثاني كاين اللي عندهم ذوي الاحتياجات القدرات الخاصه نعيطوا لهم دي مرض مونتو كاين اللي متخلف كاين اللي ما يقدرش يهضر كاين لكن من تجيبوا التمويل كيفاش حتى من صدقات سيفونسيون التمويل تاعنا سيفونسيون بلديه شراقه لاداس مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن دي جي اس مديريه الشباب والرياضه والترفيه عندنا قسم واحد في دار الشباب تكفي هاد ما تكفيش ما عندنا مونك تاع الاقسام نعطي لك انت 83 طفل قسم واحد كيفاش تقريهم صح. مع الاساتذه درنا ان بلانينغ الفتره الصباحيه لتريزوميا 21 الفتره المسائيه لذوي الاحتياجات الخاصه والسبت والخميس بالخميس يديروا سبور كاين صاله تحت يديروا فيها سبور القسم فارغ والسبت القسم الفارغ درناه التوحد. جميل نعم بالتوفيق. ان شاء الله. نعم. نروح لك سيدة كركار انت ايضا ام لندى وقبل ما تأسي الجمعية اللي سميتها على ندى كنت ايضا عانيتي نفس معاناة الامهات اللي راهم حاضرين معنا والاباء اللي نوجه لهم تحية واللي توفوا اكيد ربي يرحمهم. اكيد. نحن شوي مختلفين. لانه نحن ما سمعنا الدكاتره
لانه حطوا تابلو ما يقوش منه انه هذا طفل هيك الله خلقه. الحمد لله نحن بنقبل شو جاب الله، ما في مشكله، ولكن نحن ما وقفناش هنا، نحن رحنا ابعد من هيك، نحن قلنا هذا الطفل اجى والله خلقه باحسن تقويم، هيك قايل الله سبحانه، فما ناقصه شيء. فنحن رحنا فكرنا لانه بالثمانينات ندى مولوده ب 85 ما كان موجود الانترنت، فرحنا جبنا كتب وعرفنا شو هي، فاشتغلنا على قدراتها وارادتها القويه، ارادتها وارادتنا. احنا ما حبينا نسمعوا لا هذا ولا هذا. الدكاتره نصحونا قالوا انا كنت بالعشرينات وزوجي كمان صغير بالسن، فجيبوا اطفال ثانيين. قبل ما تكلموا فقط وتوصلي اكيد حديثك ولحظه كعرفتي بانه عندها هذا المرض ولا الاصابه، ولا ما نقدرش نقول مرض ولا اصابه لانهم فئه من الاطفال او حاله كما قلتي حالي. عرفتيه في سوريا ماشي في الجزائر؟ كيف عرفتيه في سوريا؟ لا لا احنا في الجزائر. لانه كانت بالايكو هذاك الوقت ما بتبين فانه ايكوغرافي نورمال وكل شيء، ولكن بعد شهر ما اخذناها نفس الشيء للدكاتره ببني مسوس اعطونا رساله ورحنا شفناها، قال يعني يعني حاله ما يئوس منها. صحيح كان عندها القلب، حتى القلب الثمانينات شافها بروفيسور هنا في بوسماعيل رفض يعملها عمليه لأن كانت داون سيندروم، كان تمييز حقيقي بالنسبة لإلهم. كانت هذيك وين بلشت شوية العمليات في الجزائر، وكل الأطفال كان يبعثهم لفرنسا إلا ندى. حتى أعطاني نصيحة يعني ما بنساها، قال لي يا مدام كثير تهتمي ببنتك، تركيها شوي، خليها، بمعنى أنه ريحي حالي. هو فكر حاله أنه عم يخدمنا إحنا كأهالي، نخلوها تموت وخلاص يعني. اكيد نولي لك لواحد النقطة قلتيها، وقال لك الطبيب يومها كلام يوجعك بزاف، قال لك عندها هذا المرض، هو سماها في هذاك الوقت كما قلتي لنا عندها مرض، قال لك تقدري مازالك صغيرة، مازالك في الثلاثينيات ولا في العشرينات تقدري تجيبي ولد ثاني. وانسيها يعني انسيها، فهي صورة مأساوية جدا يعني. ففي أهالي اللي حسيتوا إنه في يأس داخلكم، إنه خلاص يعني أعطانا إياها الله سبحانه وخلاص يعني خلينا. بس لحد هلا ما حدا تكلم على التدخل المبكر، على انه هدول الاطفال عندهم تعلم لازم، ولكن تعلم خاص. صحيح ياكلوا ويشربوا ويكبروا، ولكن عندهم مستقبل، لازم نعمل لهم مشروع حياه، مش هيك بس يعني وروح خليه ياكل ويشرب وصار كبير مثل ما عم نشوفهم. لا يعني هون مثل عم نتجاهلهم، نتجاهل حتى الله خلقهم بأحسن تقويم. ليش نحن ما بنعلمهم؟ ليش ما بنعمل لهم مشروع حياة؟ ليش ما بنفكر فيهم جدي؟ ما زيك تتفكري وش كان يقول لك طبيب ولا وش قال لك طبيب لحظتها؟ ايه قال لي مثل هيك ما قلت لك انه مازالك صغيرة وجيبي طفل ثاني، انه هاي يعني ان الارض تحركت تحتي عن جد يعني، لانه انا فرحانة، هاي بنتي الكبيرة والأولى وجبت لها أواعي وحوايج شابين وديتها وفرحانة فيها، ودون سولكو يخبطني يعني بكف انه هيك يعني شو يعني هذه؟ جيبي لك طفل ثاني وتخلصي منه، لا يعني هاي لحد هلا بيعملوها نفس الشيء، يعني ما تغيرت ابدا نظرتهم للداون سيندروم، ابدا ما تغيرت حاليا لسه بيعملوها. تكلموا على اطباء. الاطباء، يعني الخبر لما ينقلوه نقل الخبر للاهالي بطريقه سيئه جدا، ولسه ما عندهم امل انه هاي الاهالي الاطفال فيهم تطور وممكن نشتغل عليهم ويطلع منهم اشياء كثير منيحه. للأسف طبعا بإصراركم وعزيمتكم. شتك تأثرتي يا أستاذة حريش؟ أولا تحية بالكلام. أكيد أكيد بكلام الأخت، وتحية كذلك الأمهات يعني لذوي الإصرار والتحدي، لأنه هؤلاء أبنائنا احنا ما نقولوش أنه عندهم مرض، نقولوا عندهم كروموزوم يعني كروموزوم زائد 21 حتى يسمى علميا متلازمة داون أو تريزوميا، وكروموزوم هذا يعني ربي سبحانه أضافه، عندهم مواهب قدرات معرفية أكيد يعني مرتبط متلازمة داون بنقص في يعني هنالك أمراض تصاحب هذا المرض. هي درجات تأخير درجات. نعم. ولكن هي ستيونكاسيون ديدوكاسيون، إذا تركته مثل ما هو ما راح يتحرك، ما راح يتعلم، فعنده تطور فلازم أشتغل عليه من الولادة لا حد ما نوصل. نتكلم بالخصوص أستاذة عن الجانب الفيزيولوجي. شوف الأمهات يعني قالت لك مرض القلب،
حنا نقولوا انه متلازمه الداون او يعيطوا لهم لي مونغوليان لانهم يشبهون الجنس المنغولي. يعني كلمه مونغوليا بلغه الشارع كلمه مونغوليا بلغه الشارع يعني ما بيقوصوش بها الاهانه ابدا، لكن عيونهم هما حنا نشوفهم انهم عندهم جمال خاص، نشوفوا انه عندهم ميزه شعرهم رطب جدا، عندهم عيونهم كلها يعني تشبه الجنس المنغولي، لهذا في اللغه العاميه يسموا لي مونغوليا. حنا اعتاد المجتمع الجزائري على هذه التسميه، قلنا أن هذه الفئة عموماً وطبياً تكون مرتبطة بأمراض القلب، يكون يعني عندهم هنالك مشاكل صحية. أقول هذه المشاكل الصحية تتطلب الرعاية في البداية، وهنا نتكلم على دور الأطباء ونضم صوتي للوالدة الفاضلة عندما نقول أن الطبيب عندما يخبر الأم التي حملت في بطنها جنين 9 أشهر وتنتظر هذه الفرحة، وبعد يجي يقول لها وش قال الأم نادى، يقولها عندك طفل مصاب بمتلازمة داون. حتى احنا دائما نقول للاطباء حتى عندما نخبر ضروري يكون اخصائي نفساني، ضروري الاعتماد على اسلوب يعني يليق، لانه هنا راح نخبره هنالك امهات يعني ما تعرفش ما هو المرض. قالت ام زكريا، قالت انا ما كنتش نفهم ما عرفتش. اول شيء تحتاج الام والوالد الى المساعده الاسريه. نشوفوا أنه أم صبرينا قالت لك أنا الحمد لله عائلة محافظة متدينة، صبنا القبول، هذا القبول راح يساعدهم على تقبل هذه النعمة اللي مدها ربي. كذلك بالمقابل نشوفوا أنه لازم تكون وعي ودراية بهذا هي لم نقولوش إصابة بهذه الحالة. يعني مثلا أم زكريا تكون تعرف أن هذا الطفل راه يحدث له تأخر في المشي، يعني ما تحتارش، هي كانت تعبانة نفسيا وقالت أنه أنا مدابية يخرج معايا ما نخليش، يعني يعني لخليته في الدار راح اكيد راح نقصر في حقه امام الله لانه ابنك، واذا يعني ما ديتوش معايا اكيد. هنا نشوفوا انه لازم التعامل مع هذه الامهات وهؤلاء الاباء، التعامل معهم بطريقه خاصه، لانه هذا الام نسيبه اذا كانت هي تقبلت هذه النعمه وهذا البيجو اكيد انها راح تساهم، وراح نتكلموا هنا ساهم في تطوير المهارات والقدرات لهؤلاء الأبناء. قبل الاحتواء وكما تكلمتي يا أستاذة، شوفوا أنه لحظة قول أنه هذه العائلة تنتظر الطفل عنده متلازمة داون أو تريزوميا، كيفاش طبيب يقول لهم؟ لأنه كما صرا مع أم ندى ولا مع أم زكريا ولا مع أم صابرين، الخبر يكون بطريقة مؤسفة، كالي تكون حامل يقول لها روحي أجهضي الطفل، عندك طفل معاق ولا طفل متلازمة داون، ولا يقولها مازالك صغيرة روحي جيبي واحد أخر أحسن. احنا لازم هنا نتكلم على الجانب الإنساني، احنا ما نقولوش تحيه لكل اطباء أكيد. يعني عندنا اطباء نكونوا موضوعيين، عندنا اطباء يعني يتعاملوا مع هاد يعني حتى مع الامراض المزمنه، لانه كاين اللي عندهم اطفال عندهم امراض مزمنه، هنالك من عنده من ذوي القدرات الخاصه، مرضى التوحد الى اخره، يعني طريقه واستعمال اسلوب، هذا الاسلوب فيه نوع من الامل. نقول هنا الامل، نقولها سيدتي الفاضله هو الابن تاعك لا يشبهش لخاوته، شوفي وجهه يختلف، هاو الابن تاعك لازم تتعاملي معاه بطريقة تنمي له قدراته ومهاراته، ومن بعد احنا نتكلموا في سياق الحديث مثل ما ذكرت أم صبرينا على أنه نتعامل مع مرضى، نتعامل عفوا ليسوا بالمرضى هنا خطأ، نتعامل مع أطفال متلازمة داون نتعامل معهم معاملة بسيطة، يعني ما يكونش تدليل مفرط يغلطوا الأولياء ونتكلموا عليه، أو يكون هذاك الطريقة يعني العنيفة في التعامل. هذا في سياق الحديث نسيبة إن شاء الله نتكلموا عليه إن شاء الله. يا ربنا نولي لك أمنا دولة سيدة كركار، نشوفوا أيضا أنه المجتمع عنده تقصير من ناحية إطلاق بعض الصفات وأيضا بعض الجمل، حتى نظرة الشفقة تأذي العائلة أكثر ما تشجعها. هي تأذي الولد بصراحة، ندى لما تشوف تمشي بالشارع واحد يشوفها هي، بس ندى احنا قوينا شخصيتها، عندها شخصية قوية، إذا واحد طلع فيها تقول له ليش عم تطلع فيه؟ يعني شوفي تسألوا ليش؟ فهذا من العيلة، لأنه أول شيء بالعيلة نفسها غالبا بيكون هيك، إنه مسكين ما تمسوش، هذا مسكين، شغل قط صغير بالبيت، كل الناس برا صح، الشعب الجزائري طيب، ولكن مثل القط. هذا مسكين تلاقي يعطوا له بومبو، يعطوا له، مره كانت واقفه قدام لابوست حطوا لها 5000 50 دينار في ايدها، ما عرفت شو صار يعني. مزبوط، ولكن هذا غلط، فلازم وعي، توعيه، نوعي الاهالي انه هذا الطفل مش قط، هذا انسان عنده حقوق، فلازم نقوي شخصيته اول شيء.
بالتعليم، حتى التعامل، هي أكبر إخواتها، فدائما إحنا اعتبرناها هي الأكبر، ما دللناهاش طول عمري أنه مش قسوة، ولكن الأم الناجحة لازم يكون قسوة في تربيتها بالنسبة لأطفالها، ما لازمش تدللهم شو يعني، فهي وإخواتها تربوا بهالطريقة، فدائما تقول أنا الأكبر، يعني احترموني أنا الأكبر، فهي طريقة لازم، وكمان هي مكانتها ودورها في الأسرة. تمام إيه تمام، والأسرة لازم الدكاترة بيعطوا أمل للأهالي، ما يقولوش إنه معليش وكلوه شربوه يكبر ما شاء الله عليه، لا نقول إنه نحكي لهم على الصعوبات اللي عنده، صعوبات النطق مثل ما قلنا، صعوبات المشي، لكن حتى نحتويهم ربما نقوم بالعديد من التضحيات مثل ما قمتي انت، يا تحولتي مهنتك بالكامل، كنت استاذه فرنسيه، حياتي تغيرت ولكن ايجابيا. نحن ما شفناها ابدا، نحن منتظرينها، فرحانين فيها، مش انت اللي راح تكسر لي مآتي، مش انت اللي راح تتحكم في حياتي وحياه بنتي، مستحيل، انا اخذتها ورحت افهم شو هو داون سيندروم، فهموني، لقيت انه نعمه من السماء، هاي مش يعني عندها قدرات راح تتعلم، أكيد. نحن ما بنجيب أطفال حتى يصيروا مهندسين ودكاترة، ما يهمناه شو ما طلع طلع، ولكن هاد ابني أنا بحتضنه وبحبه، هذا الأساس عندي، لازم يعرفوا أولادنا أنه نحن ما نجيبهمش حتى يصيروا أشياء كبيرة ونفتخر فيهم، أكيد نفتخر فيهم إذا عندهم قدرات ووصلوا، ولكن نحن الأهم أنه شو ما صرت أنت، شو ما كنت أنت ابني، أنا بحبك وبيكفي هيك، فمشان هيك أنا رحت، وهي كان عندها إرادة قوية كمان، فكان عمرها شهر لما انتقلنا وقلبنا كل حياتنا، فكنت نشيطة جدا، درست بسيكولوجي، أختوفوني، بسيكوموتريسيتي، كل شيء، وكنت طبق عليها، وهي اللي كانت تعطيني أفكار لأنه كان عندها إرادة قوية جدا، ومن هيك اشتغلنا، ولكن حياتنا كانت جميلة وما فيها بؤس بالمرة أبدا أبدا. صحيح تجي أوقات أوقات حزن، بجوز حزن كتير، لأنه بتحسي أنه المجتمع ما أنه سهل، فلازم تقويها، المجتمع ما بيتقبل، مجتمع كتير صعب لأنه ما إلها مكان، وزيد القوانين نفس الشيء، فالأهالي بقول دائما الأهالي ثم الأهالي، فدائما بالتربية الخاصة نحن نحكي نتقدم دائما الأهالي وبعدين الطفل. راح نقول له أكيد لحظات الضعف بسبب نظرة المجتمع، لكن روحوا نشوفوا روبورتاج ولحظات سعيدة بالفعل عشناها مع ندى في البيت. أخي سهرة نيها، الحمد لله أنت مليحة نيها، الحمد لله، تفضلي، مرحبا عليكم، تفضلوا. أهلا زهرة، كيفك ندى؟ منيحة؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله، الحمد لله. سيدة كركار مريم، مختصة في الطفولة المبكرة، وقبل ما أكون مختصة أنا أم ندى، فالجميع ينادوني أم ندى، هي ندى الطفل الوحيد الأول يعني، فكان إحنا فرحتنا كبيرة أنه أجتنا بنت أمورة حلوة. المهم أنه بعد شهر أخذناها البوليكلينيك أول فحص طبي، شافها بديات خدمة، حطها هكذا في زاوية تاع الطاولة، قال لي مدام وزيت شون شحال في عمرك؟ 27 ans. قال لي وزيت شون فتا نوتخ انفون، لو هذا وين الأرض تهزت، لو هذا وين دوه نرموها على بوبيل. الحمد لله أنا وأبوها كنا واعيين، واعيين جدا أنه أجت هذا الطفل طفلة، الحمد لله كتر خير ربي، نحن تقبلناها، بس ولكن شو هو هذا المرض، شو هو يعني، فتعلمت الأختوفوني، تعلمت سيكوموتريسيتي، تعلمت الإدوكاسيون مونتيسوري، تعلمت التغذية، تعلمت، دخلت في عالم ممكن كنت جاهلته. ما نروح نعمل محاضرة غاتفي، قاعدة في البحر نعمل محاضرة، قاعدة في شي صالة نعمل محاضرة، وين ندخل على الأهالي بعمل محاضرة، بالأعراس بحمل، وين ما نروح بحكي على تجربة ندى كتجربة ناجحة، ولا أنا وياها فقط طول النهار، وأنا فرحانة ببنتي، الله أعطاني هالبنت وبنتي الأولى وحلوة وجميلة وتضحك وما عندها أي مشكلة وتتفاعل طبعا وتتفاعل معي، فأنا فرحانة، كل ما بعمل شيء بترد علي، تقيني مستحيل أوصل لمستواها،
لأنه مستوى وعي كتير كبير. فخورة ببنتي لأنه كانت تربيتها يعني دون وعية. أنا اسمي نتا خريفة أوسي. أنا بس خال خسا عمل كل عندي ورثة عندي ورثة العمل الصخرة. أنا راح خدت الصخرة تمام وعندي تمام سخادة الطبخ راح بوجه الماما. يلا خلص قلت لي انا عملت لك كل شيء بدك تعطيني اكثر وانا كثير بحبها كثير بتحبها وبتسافر مع ماما هي بتاخذ ماما انا اكيد بدي ماما انا رحت لسنبي وساعدتني ماما عملت لي شو اسمه معارض لانك شاطره شطوره لا واكثر من شيك شو بتقولي شو بتقولي لي كمان وقتها ايه بتحبني كثير تقولي ماما انا دايما بقعد معك وبطبخ لك وبعمل لك كل شيء انت لا تعملي شيء ماشي انا تكون بحب اعمل انا بساعدك انا بسمه من اعمل سخلاتك انا بعمل اكل انت عملتي كل الاشياء الحلوه انت حبيبتي انت عملتي كل الاشياء الحلوه انت علمتيني كل شيء علمتني الحياه بصراحه علمتني الحياه هاي الطفله ندى حابة تقولي كلمة هاش كنتي تبكي هاش كي تبكي رواحي هاش كي تبكي أنا فرحانة هاش كي فرحانة هاي دي كاميرتك إحساسها بالتقدير أنا أول شيء أنا فرحانة أنا فرحانة على ماما وأنا كتير بحبة للماما بس أنا يعني أنا عزبني عزبني إيه عزبني اللي أنا يعني في الخانة بال لهذا السماعية أنا بحب أنا بحب كتير بحب كتير ماما بس أنا بكون أنت سماعية فتحت السماعية عند أولاد هدو أولاد كل عندي أطفال عليهم تحتي جمعية بشامل الأطفال. إيه اللي بدي أعلمهم على هذا الأطفال. بس أنا أنا يعني يكون في في أنا بحياتي وأنا كتير فخورة بماما وأنا بخبر ماما. إحنا فرحانين فيك بزاف. وأنا بحب كتير. بحبهم. مستحيل. أنا بحب كتير إلك أنت دمعة. أنا بحبك بزاف. أنا بحبك بزاف. بس صوفيا أنا. أنا بكت وفصلتوني أنتو ألبس أنتو فصلتوني لهاي الفرحة وهاي الفرحة دي كبيرة تمام قدم البرنامج ندى خليت لها الميكرو يا حتى البرنامج أنا بحب البرامج اللي عليكم أنتو أنا فرحانة فيكم أول شيء أنا كتير مبسوطة ماما تحكي لنا أكيد عليك سيدة كركار روحوا نتعرفوا اللي كما ندى وهيك أم زكريا وأم صابرينة وحنخليك أنت اللي تختمي البرنامج مشينا رح نختمه مبسوط دخيل بس أنا عندي فكرة براسي خلاص في فكرة هذا هو اللي يكون عندي حلمي بس أنا بكون بحياتي وعندي فرحة
شكرا. شكرا شكرا لك. شكرا لك. لك تحية كبيرة كبيرة أثرت لأنه ونعمة تربية أكيد مجهودك ما راحش تسلمي سودارة ويظهر في لدى ما شاء والله الله والله هي اللي علمتني مش أنا ما شاء الله عليها. جميع الأطفال حتى الأمهات أدن علمونا الصبر، علمونا العطاء، علمونا حب الناس، علمونا نتقبل الآخر، علمونا كل شيء جميل بهالعالم حتى غيروا حياتنا من أشياء حتى كنا نفكر فيها إلى أشياء وإلى إيجابية، فصلنا نفكر دائما بإيجابية دائما بإيجابية، فهذا الشيء لنعمة من عند الله سبحانه. هدية أكيد هدية وأمانة نحافظوا عليها، ثمينة جدا 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 الحمد لله. تفضل سيدنا الله يرحمه يقول لي رزق عطاه لي ربي رزق والحمد لله كتاني ربي هذا. أم صبرينا أيضا راهي تقول باللي صبرينا راهي الجهرة تاعها قسيتي من أجلها وواجهتي نظرة المجتمع. قسيت من البداية من الولادة غير زادت قلت لك راح بلا عملية لازم تزيد في الميزان لازم ترضعيها والأطباء قالوا لي في 20 يوم لازم تزيد في الميزان سينو ما نديرولهاش العملية ودرت المستحيل وما رضعتهاش بالقرعة رضعتها من صدري باش تزيد في الميزان. هذيك كنت حبيت انا نربيها كيما خياتها خاوتها اللي رضعتهم من صدري ما حبيتش نعطي لها حليب اصطناعي باش تسلك على الاقل تشفى. بدات تكبر صبرينا وربي شفاها واليوم راهي اكيد حاضره معنا في الجمهور. بديتي تخرجي بها برا بداو الناس يشوفوها واش كانوا يقولوا؟ نورمال نديها لورتوفونيس في بوليكلينيك تاع الشرقة باش هي في عمرها عندها 9 شهور نديها باش شغل مانيش حابه تولي ما تعرفش تهضر ولا تولي لازم تكون عندها قدرات للكلام وقدرات للمشي من الولادة تاعها تقفل 9 شهور بديت نديها لورتوفونيس ومن بعد بشوية دخلناها للمسيد 4 سنين يزقي ولها بيبي جي سونتر باباها الله يرحمه يرفدها بيدو باش يديها حتى لتيليملي. شوفي الشقوة هذيك لو كان حبي يقول محسب ترديهم بجهه يا ماشي هادو اطفال غير عاديين ما نهتموش بهم. شكون اللي كان يقول لك هادو اطفال غير عاديين وما نهتموش بهم؟ يقولوا اطفال غير عاديين يقولوا المجتمع تاعنا ما يرحمش. المجتمع تاعنا كي يشوفك في الزنقه شغل ما على باليش واش شاف شغل شاف حاجه غير عاديه في الدنيا هذه. كانت توجعك نظرتهم هذه والهضره تاعهم والخزره حتى الخزره. شوفي نقول لك انا من قوت اللي عندي انا عندي كوراج من قوت اللي عندي اراده وعندي كوراج ما كنتش نسمع كاع لهذاك الاخر خاطرش هما حتى واحد ما دارها بيدو هذه قاعدك من عند ربي العالمين وقدر هذاك الانسان اللي يضحك على هذه الفئه يلحقوا ليها. كنتي تسمعي الضحك وهضره سمعت بزاف خارج على العائله. العائلة تاعي قلت لك كاع من الكبير للصغير قاعيتك يحبوها كاع تقبلوها من الصغر. ما عندناش قلت لك ما عندناش اشكاليات في يعني برا كي كنتي تخرجي برا كنتي تسمعي الكلام. ايه واحد يقول لك كيفاش راكي تخرجي بها عندك كوراج تمشي بها اسكو راكي سيغ باللي راكي تروحي في الشتاء في الصيف هالدرجة في البرد. ايه يقولوا لك كيفاش واسكو ولا تعاود تقرا وكي بدات تكبر يقول لك اسكو ولا كاين نتيجه يحبوا يعرفوا واش اسكو ولا قريب تلحقي ولا سنين ماشي راهي في عمرها 22 سنه هذو 20 سنه تاع المعاناه اللي 10 سنين تاع الامراض امراض وفيهم تعليم وعشر سنين يعني الحمد لله وقفنا عليها وقف عليها باباها الله يرحمه غير تمرض يرفدها يديها للطبيب وما يحبش عليها الحمد لله رغم نقص الامكانيات. نتكلموا لهذه النقطة لأنه شكلت فرق كبير في حياة صبرينا وفي حياتك لكن نروحوا نتعرفوا أكيد مشاهدينا الكرام على صبرينا. السلام عليكم بيكم. أهلا تفضلوا.
انا يمات صابرينا وصابرينا ستان بيجو بوغ موا جريت عليها من لا نيسونس تاعها لي مالادي اللي كانوا عندها ماشي شافوها لي ميدسان بعد قالوا لي عندها قلبها مريضه قلبها وانا كي زادت عهد ربي قلت غير نقطع عليها البحر ما نحبش ميم با واحد يمسها ولا قعدت هذيك العلاقه هكذا كان هو باباها الله يرحمه كانت شغل على باليش كانت زادت سون دولور كانت شغل حبطت من السما وجات في حجري سبحان الله شي شبه في الكرد انا مازال ما امنتش روحي وهي كي حلت عينيها صابت الكوارت فوق الطابله ميم تحب ستيل وتحب الاخر احنا ما كناش نمنعوها ميم كانت صغيره دائما عندها بلاصتها قدام خياتها كيمات باباها بوندون 3 يا بلوكاج كيمات باباهم بعد جاوها الصدمات خوها واحد دار ديبرسيون من الصدمه تاع باباها وواحد دار عمليه جراحيه في عينو صافي شغل صابت الدار وشنو هذا وشو صاير في الدنيا هذه صبرينا يعني واش راني نقول لك كانت تقرا وتكتب كانت شاطره وكانت هي لا بروميير في الاخر من هذاك الوقت اللي ما عندهاش يعني لحقت كانت تقرا لحقت عندها الاخر تقدر تقرا لك تقدر دوك عندها شهاده هذيك شهاده تاع من بعد انا كي خلاص جاها بلوكاز ما صدش وين نروح ما صدش خاطر شاك فوا وين تديهم يقولوا لك ما هذو ما قبل ما يديروا لهم قبل ما يشوفوهم يهضروا معاهم ولا نورمالمون انا بنتي واعيه تعرف تهضر تعرف تقول تعرف ما عندهاش الاخر كي تهضر ال سي تو عندها من بعد كي تعلمت العقاش هذاك تعلمت دخلت الماكرامي تعلمت تعرف دير العقاش قلت يا صافا جي تروفي حاجه اللي تواسيها انا نقول لهم ماشي انا بوغت كي ربي مد هذوما ماشي انا بوغت كي عطاك ربي حاجه كي عطاك ربي هذا عرفي بلي هو يحبك كيعطيك ربي هذا عارفي بلي هو يحبك وراه المفاجات تجي من بعد ما تقوليش خلاص راني عييت منهم وكرهت نو الفو با بي سيليبر مرحبا بيك معانا وين نخدم عقاش وين نخدم هادو وين هادي براسليش نقد نخدم في العقاش وبعدها ندير هاد ماما ندير في العقاش رامي بكو كامل صبرينا كانت تبكي نادا ثاني بكات ما جبناكمش اليوم باش تبكو معنا نتعرفوا عليك صبرينا صبري انت علاش بكيتي ثاني ها روحي هاي علاش بكيتي صبرينا علاش بكيتي بابا فكرتي باباك الله يرحمه الله يرحمه اذا سامحينا ما حبيناش بكيوك اليوم اكيد بابا كان بزاف عزيز عليك اكيد وفرحان بيك وراه اكيد اليوم بزاف فرحان بيك وحابك تفرحي وما شاء الله عليك راكي ترسمي وتتعلمي بزاف حاجات نخدم عقاش خدمي العقاش هنايا انت خدمتيها بزاف شابه هادي نخدم هادي ونادم ديال باراستريت هادو كانت تصفيق عليها عندنا مصممه مشروع مصممه اليوم مصممه مجوهرات ما شاء الله لينا لينا ما خدمت لناش لينا خدمت اليوم الاختصاص جايه تخدم هذا عفوا بس شويه تدخل هذا سي تاميتي
وما تنتظريش انه تستناي واحد ولاش نقول دائم الاهل. انت راح ترافقي بنتك وانت راح تعملي ورشه في دارك وانت راح تشتغلي وانت راح تبيعي برا، ما تنتظريش انت وبنتك وتاخديها معك وبيعي، عملي دي بيجو نيمبورط كو واش تخدمه هو، وروحي المحلات لا سوتريتونس وبيعي الاشياء هذه وخليها هي تبيع، هي اللي تعمل تبادل مع الاخر. لازم تعلميها تعيش بهالطريقه، لا تنتظري انه حدا يعطيك شيء ما راح يعطيك شيء، انت وبنتك تشتغل. يحتاجوا العنايه وكما قلت في بدايه البرنامج يحتاجوا الثقه، انه كما شفنا ندى كيمدوا لها ثقه، ايضا زكريا واليوم صابرين كي مدت لها الثقه راهي تصنع اشياء بكل حب. تمام وي عندها ما عندهم مشكلة، عندها الكثير من الشهادات راح تكلموا أكيد عليهم. صابرين واش تقولي اليوم يمباك اللي راهي حاضرة معنا؟ كيفاش هي كيما ماما؟ ماما قلت نخدم عقاش. ان شاء الله ان شاء الله. عندها اراده باش عندها اراده باش تخدم هذا الحاجات هذوما، عندها اراده اكيد في الدار تقعد وتروح تجيب هذاك العقاش هذا بفضلكم. يعطيك الصحه صابرين، شكرا لك صابرين، شكرا لك، يعطيك الصحه صابرين تفضلي. خليها لا تصير عندها يعني ما شاء الله اليوم رانا نشوفوا قصص نجاح كما قلت، ما جيناش اليوم باش نبكوا، هذه دموع فرح، وايضا هما اليوم هما محبين يكرموكم بهذه الكلمات. لا بس هم اكثر مثل ندى لازم تعطيها هي تروح تبيع وحدها. انا ندى يقولوا لي انت هي مو بس تشتغل خزف، تعمل ماركتينج لانه هي تبيع، تقول واش درت واش خدمت، فاعطيها فرصه انه تعبر اكثر. خديها انت معاها ولكن خليها هي تبيع البرودوي تاعها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. روح لك ام زكريا. زكريا ايضا يقوم بالكثير من الاشياء لوحده وتعلمها، وابرز مثال انه يصلي صلاه في وقتها ويصلي ايضا في القسم. صلاه في وقتها مع الصبح ينوض الصباح غير اذن الاول كان نايض. يقول الله خبا تقول محسوب الرفايه وفي ودن الصونا ينوض يتوضا يروح يصلي، يصلي زوج ركعات ولا اربعه ولا واش يقدر، يحط المصحف قدامه ويبدا يقرا، كي يد الاذان الاخر ولا يصلي الصبح يعاود يروح لبلاصتو. شكون اللي كان يعلمه ما شاء الله عليه اليوم؟ يعني احنا في الدار بابا هنا نصلي الصباح شغل كبر وصابنا هيدا ناض هو ثاني يصلي وقاسه كاع يصلي في وقتهم. بيان في المسيد نهار ديتو شغل قالوا له واقيلا تجي روطار وتزيد تصليت ما يكفيكش الوقت باش تخدم. قبل ما تروحي لمركز سانتو جان رحتي به للمسايد نورمال؟ اه سانتو جان هو الاول مباشرة. ومن بعد ديتو لا قصبة الجمعية، ومن بعد كيما قال قاعد في الدار كي جيت هنايا تيزيد ديتو الشراكة. هو اليوم راهو في العشرينيات، هو دار 16 في سطوالي ماشي في سانتو جان، كي داروا لهم 16 جابوهم سطوالي. لكن ربما دور المراكز هذه اللي يتعلموا فيها يخلص في 18 سنة. تبدا رحلة واحدة أخرى لإدماج يعاودوا يبدلوا. يقول لك هما في سانتو جان هما 18 سنة يحبسوهم. قالوا لك لا غالب السانتو الصغير والشغل الكبار مع الصغار ما صالحينش. يحبسوهم هما بلا ما. دوك اليوم واش راهو يدير زكريا؟ دروك هو قاعد في الدار. قاعد في الدار. قاعد في الدار. نديه الشراكة نهار نديه ونهار ما نديهش هو في الدار. سيد مهاب اليوم نشوفوا انه هذه المراكز اذا صحت البعض من الاطفال ما تصحش الكثير منهم ويقتصر وما دورها كما قلت على الجمعيات، وكي يلحق 18 سنه ينتهي مده التعليم. احنا في الجمعيه تاعنا عندنا قلت لك 83 تلميذ، عندنا واحد 30 دوسي اوناستونس راهم في الانتظار ما عندناش وين نديروهم، يروحوا للمراكز يرفضوهم، يروحوا باش الاندماج تاعهم في المؤسسات التربويه يرفضوهم ويولي عبء على الجمعيات. وفي 18 سنه ولا مؤسسه اقتصاديه ولا حتى بالكثير من الجمعيات اللي ناشطه في الحرف والصناعات التقليديه ايضا ترفضهم. كي يكونوا جمعيات هما من الصغر يعلموا لهم دي ميتي، يكون عنده ميتي يقدر يخدم به، يقدر يمارس به تجاره، يعتمد على نفسه. كما الاولياء هذوما واش نقول لك هما الامنيه تاعهم وشنو هما؟ كيفاش
يديروا سيتياسيون لولادهم البقاء لله. صح صح فهمتيني واش حبيت نقول لك؟ هما الامنيه تاعهم يديروا دي سيتياسيون باسكو راني نشوف فيهم انا يسوفريو بزاف. شغل الهم تاعهم اولادهم. وانت يروح المدارس ما يقبلوش، يجي للجمعيه حنا ما نقول لك ما قدرنا نردوا حتى واحد. راهم عندنا 30 دوسي وناسونس ما كاش كيفاش نديروا لهم، عندنا قسم واحد. كي الحق 18 سنه واش ديروا لهم في الجمعيه؟ راهم معانا يجوا يقراوا يعلموا لهم كيفاش يلبسوا، كيفاش يصلوا، كيفاش يهضروا، كيفاش يتاقلموا مع المجتمع. وانا كوتي اورطوفوني سيكولوج انا خاطيني، كاين الاساتذه هما اللي على بالهم، حنا كوتي تسير نوفروا لهم واش نقدروا نوفروا لهم، نديروا لهم دي سورتي وحاجات اللي ما نقدروش عليها الله غالب. يعني اليوم كما تقول الجمعيات راهي ولات تملا لهم وقت الفراغ اللي عندهم. اللي تجاوزوا 18 سنه هضرتي لي على السن. انا يروحوا للبلديات رئيس البلديه يعطي له ان ماغازان يخدم عليه. ما كاش انا جاب لي ما كاش حل واحد اخر. 18 سنه ما عندوش ميتي، ما واش راح يدير؟ رؤساء البلديات يمدوا لهم دي لوكال يخدموا عليهم وهذه مامو محطوطه في كما من حقهم حق مشروع. مؤسف جدا ونعرفوا انه ايضا المنحه ما تجاوزش 4000 دينار جزائري. اخت 4000 دينار هذه منحه، 4000 دينار نعطيها هذاك اللي يكتب المسؤول اللي دار 4000 دينار بالك هو يروح يشرب بها قهوه حليب. نعطوها لواحد واش راح يدير 4000 دينار؟ الله يجعل الخير برك. ان شاء الله يا رب. فعلا اليوم احنا في الجزائر نتمناو انه هذه الفئه يحتضنها المجتمع ويعطوا لهم ثقه انهم يقدروا يدخلوا هما مدخولهم بنفسهم، ما يحتاجوا حتى واحد يصدق عليهم وما يحتاجوش المنحه 4000 دينار جزائري. صدقيني يقدروا يديروا حاجات اللي ما يقدرش يديرهم اي واحد. وانا نتعامل معاهم، سمحي لي برك نتعامل معاهم، التمست فيهم الحنانه، التمست فيهم البراءه، التمست فيهم واحد يدير فيهم حاجه تاع خير يشدوها له افي. تفضلي شوف عندك الشغل يعني لو كان داروا لهم حاجه يخدموا فيها. ها كما يقولوا دوك هاو كبير، انا كما وليدي كبير كما كاين دي انتاجو يديروا لهم حاجه يخدموا فيها كما يقولوا منها يلهيوا رواحهم ما يقعدوش في الشارع ومنها يخدموا على رواحهم. ولا لا لا أنا كيما وليدي داير ديبلوم في الدار. واش عنده ديبلوم؟ يغرس النوار. كيما قلت هو يحب يدير سبور، ديتو لاصال تاع سبور ما قبلوش، قالوا لك لازم تما إلا يجي للسبور لازم يجي معاه خوه ولا باباه هو اللي يدبر راسو، حنا ما نقدروش نعسوه ما نقدروش شغل ما يتديه يقولوا لك لا لا، حنا هذا ما نقدروش وفي السياق تاع السبور. احنا شاك جودي حنا نديروا لهم دي سيونس تاع سبور، على بالنا بلي يحبوا الرياضة يحبوا يجروا. كاين صاله بالخميس من 9 لـ3:30 عندهم دي سيونس تاع سبور. اكيد مشاهدينا الكرام نروحوا نتعرفوا على هذه الجمعيه، جمعيه الدنيا، كيفاش تقوم برعايه وتكوين هؤلاء الاطفال او الفئه. مهاب عبد الرزاق رئيس جمعيه الدنيا للشباب والطفوله. حنا سميناها الدنيا على اون في تريزوميك. باباها وعنده عام اللي توفى الله يرحمه كان برمي المؤسسين لهذه الجمعيه. واش كان يقول لي وهذه تقعد لي في راسي، يقول لي عبد الرزاق هذا رزق عطاه لي ربي ولازم ندير لي ما يلي بي باش نقري بنتي وباش نعطي لها واش تسحق ونعطي لها الحاجه اللي نقدر عليها نديرها. وهو كان شهار وكان يقريها عند البريفي. من هذه خرجت الفكره على اسسنا جمعيه، وجمعيه راهم يقراو هذوما غراتويتمون ما يخلصوا والو. الجمعيه عندها ثلاث اقسام، قسم تريزوميا 21، قسم فئه التوحد، وقسم ذوي الاحتياجات الخاصه. الجمعيه تاسسنا في 2013، بدينا النشاطات تاعنا في 2014. عند المقر تاعنا هنا دار الشباب اباري امزيان قهوة شراكة عندنا قسم واحد. في هذا القسم عندنا ثلاث فئات يقراوا في هذا القسم. عدد التلاميذ اللي عندنا 73 تلميذ. الدراري هذوما واش نعطيو لهم حنا؟ نعطيو لهم الكوتي، عندنا لي زورتوفونيست سيكولوج، ماتيريال بيداغوجيك، سيونس تاع سبور، لاشيرونس، وعندنا كيفاش نفهمك نخرجوا لهم نديروا لهم رحلات، وعندنا دي زيفينمون نديروهم شاك ان، عقبات اللي كاين. لي بارون راهم يسوفريو مع اولادهم. وسيله النقل.
انا شحال مخطره وندير لي ديكلاراسيون نقول لهم نحب نخدم على الطريقه الاوروبيه، الطفل نرفدوه من الدار ونعاودو نردوه من الدار، نحيو عبء كبير على الاولياء باسكو الاولياء راهم يشوفريو خاصه فصل الشتاء ومام طون عندنا اون سول كلاس. عندنا مختلف النشاطات نسيو ندمجوهم كما يقول لك قدر الامكان. الهدف الاساسي تاعنا في الجمعيه هو ادماجهم على الصعيد الفردي والاجتماعي. نوجههم رساله كي يكون عندهم هذا الطفل كما يقول لك يرضاو بربي ويشمد لهم ويمشيو معاه يعتبروه كاي طفل عادي. حصة الرياضة في جمعية الدنيا نركز فيها على النشاطات الحركية الحسية. فيما يخص التوازن نقوم بتمارين المشي القفز المشي على خط المستقيم. خدمت مع أطفال عاديين وهادو اللي جاوني شغل أسهل لأنهم يحبوا اللعب يحبوا ما مع الطفل ما نلقاهمش عدوانيين ما عندهمش هذيك العدوانية اللي تلقاها مع الطفل الآخر. بكم من جديد. شفنا كيفاش يتعاملوا مع هذه الفئه داخل المنزل وفي المجتمع. روحوا نشوفوا مع مختصه في الارطوفونيا واللي الارطوفونيا وشفناها في الفيتيار اللي جاز الان. صبرينا انت مشرفه على تعليم هذه الفئه النطق وكيفيه التعامل والحروف والارقام. هل من السهل اليوم ان نتعاملوا معهم ولا لازم تقراي عندك اختصاص في هذا الامر؟ السلام عليكم. نشكر قناة الجزائر على هذه الاستضافة واستضافتها لجمعية الدنيا. كما عرفتوا بلي هذو الأطفال فئة خاصة يلزم لهم عناية خاصة بهم ماشي كأي طفل. احنا في جمعيتنا أنا نركز عليهم على الجانب الحسي وعلى الجانب المعرفي وهما يختلفوا على حسب القدرات ديالهم. احنا نصنفوهم على حسب كل واحد وقدرات ديالو. عندنا لي بريزونشارج تاعهم من يبدا من 4 سنين. عندنا كان في نحكمهم 4 سنين والجمعيه تاعنا ما راهيش ما عندناش سن محدد. عندنا كيما كريمه راهي 28 عندنا من يعيشوا عندها تعلق كبير بالجمعيه سهل انك تلقنيهم الدروس ولا صعيب باش تلقنيهم؟ نعرفوا انه لازم لهم تكرار بزاف عندهم صعوبة لازم واحد ما يمشيش معاهم. وحاجة وشنو هي كي تحبيهم ما أنفوس بح تحسي بدك العيا ولا هذك تفشلي معاهم ولا بالعكس هما يعطونا طاقة إيجابية باش نعلموهم ومن ذاك نطيحوا في حالتهم اللي يعلمونا ماشي احنا نكونوا أساتذة مختصين نعلموهم ولا كما نقول لك بزاف حاجة تلاحظي أنه يطوروا تطور بعينيك تطور عظيم كما يقول لك تطور ملحوظ. وشنو هي برك سمحي لي وانا كيفاش نكمل معك وانا كيفاش نراقب نشوف انا ما قدرتش نعرف واش يخدموا الاساتذه. نسقسي الاولياء اشكو وليدك راهو مليح راهو يتحسن راهو باسكو انا ما نعرفش الارطوفوني انا كوتي تسير نسقسيهم باش ايضا هما اللي راهم يشرفوا عليهم اليوم في المؤسسه. من نتكلموا على مؤسسات ومراكز والجمعيات هم يقوموا بمعمل لي زورطوفونيست ولا ما شاء الله هم يقوموا بعمل ما شاء الله. نعم شكرا لك قدر المستطاع. نعم شكرا لك صبرينا شكرا جزيلا. برك نوجه رساله نوجهها للاولياء كي يكون عندهم طفل يكون عنده رعايه مبكره
مره غير تفيق بلي عندها طفل تخيزوميك ولا من الاول تروح ما تحشمش به، ماشي تقول لي حنا نخرجوا برا باسكو المجتمع يحشم به وهادي انا ما نقدرش، باسكو من هي ولا تبعاته كي كان صغير راح مش حتتعب معاه كي يكبر مش حتتعب معاه، وما تشوفش نظر السلبيات على المجتمع. شكرا لك صابرينا. شكرا لك صابرينا، وما كلام يقيس الجرح مباشره. قالت صابرينا، قالت على الوالدين ما يحشموش به وما يخافوش من نظره سلبيه للمجتمع. النظره السلبيه اليوم في 2019 ما زالها تلاحق هذه الفئه، وللاسف الشديد يعني اطفال تريزوميا لازالوا يعانون مثل ابنائهم. اول شيء ثمن ما ذكره اخي مهاب، تطلب فئة ذوي احتياجات الخاصة تطلب رعاية خاصة، وتطلب كذلك وقفة جادة من حيث توفير، أول شيء توفير الحاجيات الضرورية والمادية. يعني احنا نقولوا أن الدولة تسعى جاهدة للرعاية بهذه الفئة، لكن هذه الفئة تحتاج الكثير، لأن هذه الفئة تساهم مجهوداتها أول شيء، لأنها كذلك تملك قدرات وتملك مهارات. رانا نشوف فيهم حرفيين. عندما تقول ندى أنه راني حابة نكون جمعية وأنا نكون الأطفال، عندما نشوف صابرينا موهوبة يعني راهم حرفيات فتيات منتجات، عندما نشوف أنه يقدر زكريا هو كذلك عنده حرفة أو عنده مهنة البستنة، يعني هو راح يساهم غدوة، راح يقدر أنه هو رايح يزرع وراح يسير حقل إلى آخره. رانا نشوفه أنه هذه الفئة تتطلب وقفة جادة وجادة. هذا من هذا المنبر راني نبلغ النداء إلى كل السلطات المعنية كذلك أنها تهتم بشكل كبير بهذه الفئة. نرجع للنقطة الأساسية اللي قلتي عليها نسيبة، عندما يكون عندي طفل تريزوميا قلنا أنه هؤلاء الوالدين الأب والأم راهم في رحلة تحدي مواجهة في رحلة أمل. يعني قالت السيدة الفاضلة أنا يعني هذا الإبن ربي عطاه لي، يكون مهندس يكون طبيب، أنا نحب وليدي كما عطاه لي ربي. احنا نعرفوا إحساس الأمومة لا يضاهيه إحساس. نشوفوا نظرة المجتمع الدونية، احنا لازم نعرفوا أنه أطفال تريزوميا عندهم مشاعر فياضة كما تكلم خويا مهاب. أنا حاجة لاحظتها عندما بكيت صابرينا لوفاة الوالد وتفكراته، عندما بكيت نادى لأنها شعرت نادى اليوم بالاعتزاز، شعرت بالفخر، شعرت بأنها أثبتت ذاتها، كانت سعيدة جدا. على بالكم أن زملائها كانوا يبكوا أنا راهم قابليني، هي فئة جد حساسة. قالت الأخصائية في الأرطوفونيا أنه عندما نحبوهم مننساو هذاك التعب، لأنه تتولد طاقة إيجابية صدقوني بين هذا الفئة وبين أي شخص عادي. ربي سبحانه أعطاهم يعني محبة خاصة، ربي أعطاهم النعمة ما عندهاش أي شخص ما عندوش تريزوميا. احنا نقولوا ونقول وسمحوا لي وعلى بالي الأولياء يشاطروني، أنا عندي العديد من الأصدقاء اللي ولادهم عندهم تريزوميا يقول لك حتى يروحوا يعلموهم في الشارع ألفاظ بذيئة يضحكوا عليهم. بالله عليكم شوفوا قدرة التركيز، أنا كنت نشوف فيهم كيفاش كانوا يركزوا مع الروبورتاجات اللي كانت تفوت، وفاهمين كل لقطة، فاهمين كل لقطة. يعني إحنا نشوف أنه شاب يكون عنده 28 سنة يشعر أنه شاب، نادى كذلك تشعر أنها امرأة، كل واحد فيهم عنده شخصيته، عنده ميولاته، عنده اعتقاداته، عنده رغباته. نشوف أنهم يعلموهم الألفاظ البذيئة، يقولوا هذا حتى الأولياء. بالله عليكم الأولياء تقبلوا أولادهم، كيفاش ما تقبلوهمش؟ رانا نشوفوا، أنا انبهرت بكل ما تقومي به سيدتي الفاضلة أنت وأم صابرينا وكذلك بأم زكريا. أنا نشوف أنه هؤلاء الفتيات والفتيان راهم ناجحين، فقط يحتاجوا لو يكون عندهم محل. احنا نقولوا كذلك أنه قطاع التكوين والتعليم المهنيين راه وفر أقسام خاصة للمصابين بالتريزوميا، يعني كاين فيها كل تخصصات من بينها لابوتخي سيراميك، هذه الحرف المتعددة. احنا نقولوا أنه بعد 18 سنة يحتاجوا نظرة خاصة وجادة، يعني تكون عندهم محلات، هذه المحلات راح تكون فيها نادى مرأة منتجة، راح تساهم هي كذلك أنها تصرف على روحها، ما تحتاج الوالد والوالدة. نفس الشيء بالنسبة لشاب مثل زكريا، راه راجل زكريا، زكريا نود نشوفك. زكريا ويبكي. زكريا. نود زكريا نشوفك. وقف. زكريا رانا نشوفه فيه يعني راجل. الله يبارك. شاب ما شاء الله. جميل. يعني هذا الشاب
يحتاج انه غدوه هو يفرح عندما يجيب يقولها ها هو الاجر، ها الاجر الشهري الوالده الفاضله. اللي يرقد يقول صباحا نروح نخدم، انا صباحا عندي خدمه، عيط لي صاحبي راح نخدم معاه. ما شاء الله واش تخدم يقول لي صدقوني يعني امانيهم بسيطه. خلاص بنجيب الدراهم وندير الدار وندير نزوج وانا في الشغل. امانيهم بسيطه اخي مهاب. قبل الاذان نجي داخل، قبل الاذان نجي داخل القسم نصيبو خارج راح باش يتوضا يصلي قبل منك ومني يعني نشوفوا انه عندنا تكون الرعايه. انا نشدو في القسم نشدو نجي تما نصيبو خارج راح يتوضا. هذه فايزه خاصيه كنا من احسن اليهم وصها غير خليه يسلم من رشا الهضره وهما يمدوا حتى هما يمدوا معطائين يعطينا الحب المحبه برك. هما الاخر العمل تاعهم بطيء عندهم تاخر عندهم البطء حسب قدراتهم حسب قدراتهم. مثل ما احنا عندنا 80% اختلاف عندهم العمل تاعهم موجوده. العمل تاعهم بلا ما لازمش تقلقيهم ما لازمش تقولي لهم الزرب خليهم على هواهم. غير تقول انه زكريا انه الصباح يقول انا حاب نروح نخدم ونكون بيت ونكون اسرتي اللي عندي عائله. انا ما نكذبش عليك انا صبرينا كانت تهضر لي هكا ومن بعد قلت لها انت يا صحبه ماما تقعدي مع ماما ما تزيديش تهضري لي. يبان من هذاك النهار ما زادتش كاع هضرت لي شغل. وعلاش حابه تزوج عندها خليها تحس ماشي خليتها تعبر خليتها تعبر بصحيتك. انا اكيد هي من حقها عندي انا المفهوم تاعي شغل على بالي باللي عندها اعاقه. انا ما زدتش نروح نزيد على حساب الاخر نزيد حمل واحد اخر في تزويج هذه الفئه هذه. خليها تعبر نخليها تعبر. انا كنت نجيب بنتي تعبر لك على احلامها وحياتها والزواج عندها عواطف ومشاعر طبيعي جدا انه تعبر. والله هي فهمتها ما حبتش تعطيها امل زائف. مانيش دايرتها في الصفحه تاعي امل زائف ومن بعد تصطدم بالواقع وما لا ما تعطيهاش امل. ولكن انا هذه كي في الجمعيات اللي دخلتهم كاع نصيب نساء يقولوا لك احنا نزوجوهم احنا انا ندخل كما راكي تقولي انت في العرس ديري محاضره في البحر ديري محاضره في المناسبات نفس الطريقه اللي راكي تتعاملي بها نتعامل بها انايا. انا لازم نتقبلوها اكيد ما نزيدوش اعاقه واحده اخرى على نفوسنا وعلى اولادنا ولا لا لا بارك الله فيك. إيه. انا سامحيني بس شوي ندى بهذا العمر لما تحكي على الزواج خليها تحلم. الحلم مش ممنوع يعني ولكن احنا ما راح نقول لها انه صحيح راح تتزوجي. لا معليش ان شاء الله معليش خليها. اذا انت كبتيها ما راح تحكي فيه شو راح تعمل في هاي اللي داخلها. لا لا بالي وش بها ماهيش حابه تسمح فيها ماهيش حابه تفارقها والفتها ماهيش حابه تخرجها من الدار. شكرا لك. ما نحبش هذا ديجا هذه الحاجه هذه ما نحبش كاع اطلاقا ما نحبش نسمحها ما نحبش هذا حاجه. ان شاء الله تكون هي عكستك. ان شاء الله هي واش راني نقول لك هي كحاجه غاليه في البيت. هي جوهره عندنا هي جوهره حقيقه جوهره بالنسبه لنا كامل بالنسبه للعائله تاعنا كامل. انا ما نقدرش اني غير انا وياها ما نقدرش صبرينا تغيب عليا في الدار وما من كي نبعثها للمسيد تروح وحدها. أنا علمتها ما النتيجة راهي تبان ما شاء الله. ما تهضريش مع الناس في الزنقة ما تخليش واحد يمد لك تكسلي يد هادو ما كامل علمهم ما شاء الله عليهم وكاين نتيجة ما شاء الله عليهم وكاين نتيجة يخلعوا فيها كي يحبوا يمدوا لها. أكيد لو كنا احنا نبقاو نتكلموا اليوم ما حاش يخلص البرنامج راح لا ما تبقى من الوقت اكيد اليوم خلاص للاسف. شكرا لك واكيد نوجه التحيه ماشي فقط لصابرينا ولا ندى ولا زكريا بل كل الحاضرين اللي راهم على بالي بلي قلبك راهو معمر الكل استمع اليك اليوم عبر البرنامج واكيد رسالتك وصلت. شكرا لك ومجدي شكرا لك ام زكريا وشكرا لك سيد مهاب عبد الرزاق شكرا جزيلا لك. ما نداء باختصار تفضل. انا باسم هاد الاولياء والتلاميذ نوجه رساله للسلطات كل واحد في البوست ديالو كل واحد والمسؤوليه تاعو يمد يد العون لهذوما لانهم صح الاولياء راهم يشوفوا اللي لاباس به والله ربي يزيد له راهو يقدر يعاون وليده واللي ما عندوش كيفاه صح. وحنا في الجمعيه تاع اللي يقول يخصونا اقسام ويخصنا وسيله نقل افترضين دي انا الطفل
نرفدوا من الدار ونردوا للدار. واش نحيد؟ نحيد عبء على الاولياء. الطفل يكون يركز راهو مليح، خاصه فصل الشتاء راني هدرتها فرو ان شاء الله عاونوهم والمنحه، نعطيك المنحه اكيد نساء النداء راح يوصل لاحباب الخير والمحسنين اكيد راح يعاونوهم اكيد المسؤولين. كاين الخير في الجزائر، في الجزائر فيها الخير. شكرا ليك، شكرا ليك اذا استاذه امينه حريش، وشكرا ليك سيده مريم كركار. بس انا بشكر بلديتكم لانه احب بلديتنا، كان عندنا قاعه في بلديه البرصه راح اذكرها، خرجونا منها اضطرينا انه نكري محل. وشيتان راح ضم صوتي لصوتك، انا السنتر بسيكوبيداغوجيك وايضا الدمج المدرسي بعثوا لي اكثر من 26 طفل لفورماسيون بروفيسيونيل من 20 سنه لفوق، في سبتمبر لازم انا اتكفل فيهم. ولكن مثل ما قلت استاذ انه نحتاج انه كمان يساعدونا في المكان، لانه انا من سبتمبر نفكر وين راح نحطهم، لانه راح تكفل فيهم، هذه مشكله كبيره. يا اخذ كمان محل بس مسؤولين، وحنا ندخلوا الجنه ان شاء الله بالدلاله هذوما. فنطالب كمان نحن منطقتنا برج البحري والمرسى انه يساعدونا، نحن خرجونا من المكان. للاسف ان شاء الله يسمعوا صوتك، وكما قلت لك اذا ما تحركتش السلطات محسنين كاينين اليوم هما اللي راح يعاونوكم كما قدروا هاد الاباء والاولياء انهم يفتحوا جمعيات من اجل اطفالهم واطفال كثير من العائلات يقدروا يديروا اشياء اكبر بكثير حتى نقدر نستقبل هالاطفال. شكرا ليك على في الختام. شكرا ليك مشاهدينا الكرام، نقول انه هؤلاء ابناء الجزائر اذا ما وقفناش معاهم انا وانتي وانت وكاع الجزائريين طامعين اكيد انه نشوفوا هذا الفئه كغيرها من الفئات عندهم عمل وعندهم ايضا مقاعد في المؤسسات التربويه لانهم من حقهم، وهذا الشيء يضمن دستور الجزائري. نتمنى انه رسالتنا ورساله الحاضرين معنا اليوم اللي حكاوا حكاياتهم توصل لأذان السلطات المعنية. أترككم بألف خير. قبل ما ننسى أكيد روابط البرنامج تظهر أسفل الشاشة لاقتراحاتكم لانتقاداتكم أكيد نتقبلها بصدر رحب. في أمان الله.